لو الحكاية فيها إن فيجو ثلاث ألوان أحمر وأصفر وأخضر يعني بس أكتر من كده. أقول لحضرتك نظام نقطة نظام بس دي أهم حاجة في البلد، لأن إحنا من غير إشارة مرور هيبقى في لخبطة، ده يخش بده يبقى خلاص راحت البلد، هيبقى في مشاكل كتير. بس إنما النظام بيبدأ بالالتزام. والله النظام كل حاجة جميلة يعني، النظام المفروض إشارة المرور الواحد من بعيد يتنور الأخضر والأصفر والأحمر، اللي في النص يعني لما تيجي بتلف ما في إشارة إنها تقفل عليك، الواحد المفروض يحترمها ويعرف. إشارة المرور نظام شوية والتزام، ولما يبقى فيه يعني لما تبقى الناس ملتزمة بحس إن الدنيا أمان شوية، بحس إن الدنيا فيها أمان يعني، أو الموضوع رجع يبقى أحسن من الأول، أحسن من الفوضى اللي كانت موجودة يعني، الناس بقت ملتزمة أكتر. بس حاجة كويسة تنظم الطريق يعني النظام حلو يعني. فيجو.